أحسن الله إليكم. هذه الرسالة وصلت من السائل راء ميم عين الشهري من مدينة النماص، يقول أرجو الإجابة على أسئلتي من فضيلة الشيخ صالح الفوزان جزاه الله خيرا. والسؤال الأول يقول: هل أعطي الزكاة والصدقة كل من يطلبها أم أتأكد من احتياجه؟ إذا كنت تعلم أن هذا الشخص غني ثم جاء يسأل الزكاة فإنه لا بد من التثبت من حاله، أما إذا كنت لا تعلم عنه شيئا وهو يسأل ويظهر عليه الفقر فإنك تعطيه بناء على ظاهر حاله. نعم.